السلام عليكم. بداية مشاهدينا الكرام، نرحب بضيفنا في الاستوديو الشيخ حمود المخلافي، قائد المقاومة بتعز ورئيس مجلسها التنسيقي. مرحبا بك شيخ حمود. حياكم الله استاذ وجيه. اهلا وسهلا بكم. اهلا وسهلا بكم. مقاومة تعز قصة استثنائية في سياق المشهد الوطني المقاوم لمشاريع التفكيك التي اجتاحت البلاد عبر أدوات القوى المتربصة باليمن والمنطقة. في 11 من فبراير 2011 تأسست ساحة الحرية بتعز مؤذنة بمسيرة طويلة وشاقة من التغيير في أكثر بلدان الربيع العربي حاجة لهذا التغيير. المقاومة السلمية هي مفتاح السر الذي جعل من ثورة 11 من فبراير تيارا جارفا عصيا عن الترويض. من هذه الروح استمدت مقاومة تعز إرادتها حينما أجبرت على حمل السلاح. ظل الجميع يرقب هذه المقاومة وهي تجترح معجزة الانتصار في سياق معادلة مختلة بشكل كامل لصالح الانقلابيين، ولكن الانتصار تحقق وأحرج الانقلابيون وسقطت هيبتهم وكسرت شوكتهم. استطاعت المقاومة أن تجعل من تعز واجهة المأزق الأخلاقي لجميع الأطراف باعتبارها الساحة التي تتلقى أبشع ضربات العدوان الميليشياوي وتدفع ثمن تمسكها بالحرية والدولة. حكاية المقاومة من أين بدأت وإلى أين وصلت؟ هو السؤال الكبير الذي سنطرحه في سياق حلقة اليوم من المساء اليمني. سنعرج إلى الخطوات التي اتخذت حتى الآن على صعيد بناء وحدات الجيش الوطني في تعز وحدود ما يتلقاه من دعم بالسلاح والرواتب، وسنقرأ في الصفحات المنسية من كتاب الجرحى والوضع الذي تعيشه مستشفيات المدينة والوضع الإغاثي في ظل تفاقم حاجة سكان المدينة للمواد الأساسية من الأغذية والدواء. سنأخذكم إلى هناك وسنتعرف على حقيقة ما يجري في تعز وما الذي ينتظرها، وذلك برفقة قائد المقاومة الشعبية في محافظة تعز الشيخ حمود المخلافي الذي يشرفنا أن يكون ضيفا عزيزا على برنامج المساء اليمني في قناة بلقيس. نذهب أولا إلى هذا التقرير للزميل ياسين التميمي نتابع. تعز عقدة الأزمة ومفتاح الحل، هو الموقع الاستثنائي الذي استحقته تعز عن جدارة في قلب الأزمة اليمنية، فمنها انطلقت شرارة التغيير الأولى، وعلى أرضها تأسست إرادة المواجهة طويلة الأمد مع الدكتاتورية الغاشمة. وإلى هذا الموقع الاستراتيجي والجغرافي الفريدة يعزي الاهتمام الكبير بمحافظة تعز، وبسبب ذلك الحماس للهوية اليمنية نلحظ هذه الحالة المثيرة للإحباط من المواقف المتناقضة حيال تعز وأبنائها، بين متعاطف مع جرحها الغائر وبين حريص على إبقائه مفتوحا حد النزيف. أريد لتعز أن تسلم كعهدة ثمينة إلى الانقلابيين الذين استخدموا كل مكر التاريخ حتى تنجز هذه المهمة بدون ضجيج، حين دفعوا سرا وجهرا بالمئات من مقاتليهم إلى قلب عاصمة المحافظة وإلى معسكراتها التي تحولت إلى مضافة واسعة للمقاتلين القادمين من أقصى شمال البلاد. اختار أبناء تعز بأسلوبهم الفريد مواجهة المؤامرة، وذهبوا بسلميتهم المعهودة إلى محيط معسكر القوات الخاصة ليحتجوا على استخدام عناصر من الميليشيا إلى ذلك المعسكر الذي يشكل مع القصر الرئاسي ومعسكر الحرس الجمهوري المنحل المنطقة الخضراء الحصينة في شرق مدينة تعز. اختار الانقلابيون منذ اللحظة الأولى الرصاص وسيلة وحيدة للمواجهة مع المتظاهرين العزل. هذا شظام بعد الصاروخ الموقع. سالت الدماء التي استفزت رجال تعز الأبرار، فهبوا بإمكانياتهم البسيطة ليخوضوا مواجهة لم تتوقف حتى اليوم. منذ لحظة المواجهة تلك تشكلت إرادة المدينة للمقاومة، وعلى أكف أبطالها نهضت المقاومة الأشرس للانقلابيين على مستوى البلاد. لم تكن المواجهة مع الانقلابيين متكافئة من حيث التسليح، لكن المقاومة كانت ولا تزال متفوقة بإرادتها القوية وبموقفها الأخلاقي، وبهما استطاعت أن تحيط بسيطرة الإنقلابيين الكاملة على المدينة وتدحرهم إلى خارجها في انتصار قل أن يتكرر بذات الإمكانيات في أي جهة أخرى على مستوى البلاد. الثمن الذي تدفعه تعز حتى اليوم باهظا، فأعداؤها اختاروا إيذاءها عن بعد بكل ما أوتوا من أسلحة. الآلاف استشهدوا وجرحوا بسبب القصف، وحوصرت المدينة بشدة، واستهدفت المستشفيات ومنعت عنها الأدوية والمستلزمات الطبية بل وحتى الأكسجين.
لكن أكثر ما يؤلم تعز هو هذا الخذلان الوطني والإقليمي والدولي الذي تشكل من قناعات خاطئة وتصورات مشوهة عن حقيقة تعز ومقاومتها وانتمائها، أمر جعل من تعز محطة اختبار ليس فقط لإرادة الرجال الأبرار ولكن للمواقف الأخلاقية لكل الأطراف التي يهمها أمر اليمن في هذه المرحلة الحاسمة من التاريخ. رحب بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ورحب بضيفي في الاستوديو الشيخ حمود المخلافي. أهلا وسهلا بك يا شيخ. حياكم الله. لدينا اليوم تساؤلات كثيرة كصحافة وكذلك الجمهور المتابع لك، لذلك دعنا ندخل بمحاورنا بشكل مباشر. المقاومة في تعز قصة استثنائية، هل يعني لو بدأنا كحكاية بحكاية المقاومة، كيف بدأت المقاومة وإلى أين وصلت الآن؟ حياك الله أخي الكريم، وحيا الله العاملين معك في القناة وأيضا مشاهدينا الآن. بالنسبة للمقاومة، مقاومة تعز الكل يعرفها، بدأت من الصفر وبدأت بعد أن اجتاح الحوثيون وأنصارهم وأنصار المخلوع باتجاه، عندما أرادوا الدخول لعدن عن طريق تعز، فكان نتحرك الشباب بصدور عارية في بداية الأمر كما لاحظنا الآن، وباتجاه الحوبان والأمن المركزي القوى الخاصة، إلا أنهم وجهوا الشباب والشابات والأطفال بالقتل الفوري. ومن بعد ذلك طبعا نحن مضطرين لأن ندافع عن أعراضنا، عن قيمنا وأخلاقنا، لأن جاؤنا من شمال الشمال مسافة 700 كيلو إلى 600 كيلو لداخل تعز، والحمد لله رب العالمين بدأت، وكانت مفاجأة، طبعا مفاجأة لنا ومفاجأة للجميع. يعني هم أتوا ولم تذهبوا إليهم، الجميع يراهن الآن على تعز كقلب للمشروع الوطني في اليمن، هل نستطيع القول أن تعز الآن هي الأكثر تضررا، الأكثر وجعا، ساندت الجميع وتكاد لا تجد من يساندها؟ بالنسبة لتعز، تعز أكثر عدد سكاني كما تعلم، وتعز بمثابة الأم أو الأخت الكبيرة، لابد أن تتألم وتحترق على أخواتها وعلى بناتها، وحتى لو لم تجد مساعدة من الآخرين، لكن الناس الرجال الأبطال في كل محافظة وفي كل مكان يساندوا تعز مهما كان، والمقاتلين أيضا في تعز من أكثر من محافظة. طيب إذا ما تحدثنا عن، تطرقنا إلى رؤية المجلس التنسيقي الذي تترأسه، ما رأيتكم للمقاومة؟ ما رأيتكم لما يحدث بتعز الآن؟ الحقيقة نحن مضطرين طبعا، وبدأنا من الصفر والحمد لله رب العالمين حققنا أشياء كثيرة جدا. المجلس التنسيقي والمجلس الأعلى للمقاومة له رؤى كثيرة جدا، السياسيين في اتجاههم، ونحن طبعا ما توقفنا يوم من يعني أسبوع من اللقاءات مع المكاتب، مع يعني أثناء القصف من أول يوم ونحن مجتمعون الحمد لله رب العالمين، كلنا كلمة واحدة وموقف واحد، الأحزاب، المستقلين، المقاتلين، من كل فأقول الحمد لله رب العالمين أنه توحد التعز أكثر فأكثر أكثر من أي وقت مضى، ورؤيتنا أيضا في رؤية المستقبل، وإن شاء الله تعالى ستروها قريبا. طيب تحركاتكم بدأت بعدن، بثق عن هذا التحرك مجلس عسكري، ماذا كانت نتائج الزيارة التي كانت مع الرئيس عبد ربه منصور هادي في ذلك الحين؟ التقينا بالأخ رئيس الجمهورية ووحدنا الجهود الموحدة أيضا، وأكثر من ثلاث مرات، وأيضا رئيس الوزراء السابق وكذلك قيادة التحالف في عدن، وتشاورنا في الأمر ووضعنا النقاط على الحروف، والحمد لله يعني في أشياء كثيرة جدا ممكن تقال بغير الله، فأقول يعني أمور كلها إيجابية. طيب في هذه النقطة تحدثت عن رئيس الحكومة السابق، إذا ما تعلق الأمر في تحركاتكم الأخيرة من مأرب مرورا برحلتكم بأبين، وكذلك قبلا بأبين، ومن ثم مأرب وشبوة، ومن ثم في السعودية، هل لمستم فرقا بشكل عام بين تعامل رئيس الوزراء السابق وتعامل رئيس الوزراء الحالي؟ الحقيقة الرئيس الوزراء السابق وعدنا وعود كثيرة، وخاصة بالنسبة للجرحى وما يتعلق بالمحافظة، فراحت هباء، انتظرنا شهر ونص أو شهرين فلم يفي بوعوده، هذا بالنسبة لنا. الأخ رئيس الوزراء
الجديد ان شاء الله تعالى. طبعا نعرفه من سابق ونعرف مواقفه، مواقفه طيبه، وان شاء الله تعالى وهناك وعود كثيره ويتحرك اكثر وبمصداقيه، هذا ما لمسناه، ان شاء الله نلمس منه اشياء كثيره جدا. طيب ماذا عن الدعم المقدم من قبل الحكومه التحالف؟ هناك مواقف معلنه وهناك مواقف غير معلنه، هناك من يلاحظ انك تتحفظ ان صح التعبير بهذا الخصوص، هل لنا بشفافيه اكبر بهذا الملف؟ المساله معروفه، ماذا ما يعني ماذا ترجو من حكومه بالمنفى؟ هذا وايضا ليس بايديهم اشياء معظمها معلقه، فاحنا بحاجه الدوله والحكومه بحاجه لميزانيه تشغيليه لكل المرافق، لكن ليس بايديهم الان، وان شاء الله تعالى بس الان اقرب من خلال ما جلسنا معهم في الرياض وجدنا انه في اشياء كثيره جدا ربما بدات بالنسبه لامور كثيره، يعني في المستقبل خلال شهرين ثلاثة شهر ربما يكون قد راينا اشياء كثيره جدا. اذا كان اذا كانت الحكومه لا تمتلك الادوات الكافيه، هناك التحالف العربي هو جهه تدخلت لصالح هذه الحكومه الشرعيه وكذلك الرئاسه، ما هي مواقفها من مقاومه تعز بشكل عام؟ موقفها طيب يعني بالنسبه للتحالف وبالذات المملكه حقيقة، يعني هبوا ونصروا الشعب اليمني بوقتها وبقية يعني الإخوة في الإمارات وبقية التحالف، فأقول أنه قدموا مشكورين أشياء كثيرة جدا، ولا يزالوا هناك في يعني بعض العقبات أو بعض يعني إن شاء الله تعالى نتجاوزها. طيب يعني السؤال الذي يتورد في الأذهان كثيرا، لماذا توقفت معارك التحرير التي يعني كان للتحالف أثر كبير فيها على حدود تعز؟ هناك من يتساءل كثيرا في هذه النقطة وتكثر علامات الاستفهام، خصوصا مع عدم وضوح المواقف بشكل يعني شفاف كثيرا. طبعا توقف كل حاجة منذ الولوج إلى الحوار المشؤوم في الكويت، وطبعا الحوار هناك يحاورون على الحقيقة، أنا أقول أنه بيع لدماء الشهداء والجرحى، وبيع للمواقف الرجولية البطولية داخل محافظة تعز وغيرها من المحافظات، يعني بيع القضية. لكن المقاومة على الأرض والجيش الوطني الحر على الأرض ربما ستكون النتائج طيبة وإيجابية بالنسبة لعملهم، لكن أنا أقول أنه توقف أشياء كثيرة جدا، توقف الدعم، توقف كذا. هناك حديث لك ربما أنه منذ التاسع والعشرين من رمضان لم يستلم أي مقاوم أي ريال واحد، وكذلك هناك كانت أحاديث كثيرة حول ما يتعلق بالرياض، كانت هناك تصريحات مهمة لك في هذا الخصوص، هل تحدثنا أكثر عن طبيعة الدعم الذي يقدمه التحالف العربي لمقاومة تعز؟ بالنسبة للمرتب فعلا مرتب كمرتب، آخر مرتب استلمناه في 29 رمضان الماضي قبل 11 شهر، لكن بالنسبة للدعم في هناك دعم بالنسبة للذخائر والسلاح وبعض المصروفات، لكن لا تفي بالغرض يعني لا تفي بالغرض. من الناحية العسكرية هناك معارك في كثير من الجبهات، هناك قاعدة العند وهناك من تدرب بداخل هذه القاعدة ومن المفترض أن يعني يحرر تعز، ما هي الجديد بخصوص هذا الملف؟ تدرب القاعدة العند 1000 من الأفراد فقط يعني، وعاد للجبهات، لكن المقاتلين موجودين يعني الجيش الوطني الحر والمقاومة الشعبية بكل فصائلها تؤدي دورها رغم القتل والدمار إلى الآن، وخاصة منذ بداية الهدنة المزعومة بدأ القتل والحصار يشهد على تعز. يعني بما أننا نتحدث عن الحصار عن تعز وتطرقنا إلى المشاورات، دعنا نشرك في الحوار عضو الوفد الحكومي في المشاورات وزير حقوق الإنسان الأستاذ عز الدين الأصبحي. مساء الخير أستاذ عز الدين. أهلا، مساء الخير، مرحبا فيك. أهلا بك أستاذ معالي الوزير. يعني إذا ما تعلق الأمر بحضور تعز في محادثات السلام، أين وصلت مسألة إجراءات بناء الثقة التي تتحدث عن فتح ممرات آمنة في المدينة؟ شكرا جزيلا أولا لك، وشكرا للشيخ حمود ضيوفك الكرام في هذا
اللقاء ولقناة بلقيس الذي هي نافذة الضوء لدينا دائما. موضوع تعز هو الموضوع الأساسي في الملف السياسي اليمني بشكل كامل، وليس فقط في مسألة مسار الثقة الذي كان تقرر منذ ديسمبر الماضي في مشاورات بيل في سويسرا، ولكن دعني أقول بأن الأمر على الصعيد العملي لم يتقدم حقيقة خطوة، ولكن على الصعيد السياسي الاستراتيجي في وضع تعز كقضية وطن وكقضية إقليم كامل تتعزز بشكل كبير، وهي الملف الأكثر أهمية على مستوى المشاورات السياسية المختلفة، وأعني بذلك الحديث مع الأمم المتحدة، مع ممثلي الدول المختلفة وعلى مختلف المنصات المختلفة. القضية الأساسية الساخنة التي تدين الحوثيين والتي تعيد الاعتبار للمشروع الوطني هي تعز بشكل أساسي بهذا الأمر. الطرف الآخر من الإنقلابيين ممثلي المخلوع علي عبد الله صالح والحوثيين يدركون تماما بأن ملف تعز هو الأساسي على الصعيد الاستراتيجي العسكري وأيضا على الصعيد الإنساني. للأسف الشديد دعني أقول ليس هناك أي نية لديهم في مسألة إيجاد حل أخوي حقيقي في مسألة وقف ضرب تعز أو حصارها، وبالتالي علينا أن نفكر بشكل جدي على الصعيد العملي والواقعي في كيفية حل تعز على الصعيد العسكري والميداني. أما على صعيد المشاورات السياسية وإيصال هذا الملف في المحافل الدولية ولدى المشاورات السياسية لدى كافة ممثلي السفارات الدولية المختلفة أو الأمم المتحدة، تعز هي الحاضر الأقوى وهي ملف الإدانة الواضح للحوثيين. بالمناسبة في كافة تقارير الإدانة التي تتهم الحوثيون بجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وقصف المدنيين، تعز تحتل الصدارة والبيضاء ومارب، ولكن تعز هي الأكثر حضورا والأكثر قدرة على التأثير في الرأي العالمي الخارجي، وبالتالي لا يجب أن نحبط بأننا لم نستطع أن نوصل قضيتنا إلى المحافل الدولية. صحيح لم نجد إنصافا، لكن لا يعني ذلك أن هناك نكوص أو عدم قدرة من فريقنا أو من فريق المقاومة الوطنية. لكن معالي الوزير، معالي الوزير، يعني المقاومة الشعبية يعني تنظر إلى هذه المشاورات التي تقام في الكويت بعيدا عن الدبلوماسية والسياسة بأنها خيانة لدماء الشهداء كما صرح الشيخ حمود قبل قليل، وهناك أيضا معاناة يتجرعها الناس يوما بعد آخر في جميع المناطق اليمنية وفي تعز تحديدا. هذا الملف يدفعني إلى الحديث عن أنه كلما تحدث ولد الشيخ عن مساعدات إنسانية في مؤتمراته الصحفية يقول أن هناك مساعدات وصلت إلى اليمن، هناك استثناء لتعز بهذا الحديث. ما الجديد بهذه النقطة تحديدا حتى تقف معاناة الناس؟ دعني أولا أوضح نقطتين رئيسيتين. النقطة الأولى في مسألة أن المفاوضات من الجانب الرسمي وممثلي المقاومة وممثلي الشعب وممثلي الشرعية كانوا أو نوع من الخيانة في مسألة أن ما حدث للتعز ليس دقيقا تماما، بالعكس تماما، نحن في جبهة سياسية ساخنة ومتقدمة ولا يمكن لنا أن نتراجع عنها ولا بد أن نكسبها في كل الأحوال مثل الجبهة العسكرية، ولا يمكن أن تكون الجبهة العسكرية هي البديل عن الحسم العسكري أو بديلا عن المقاومة. الجبهة السياسية هي صوت المقاومة وهي صوت الأرض وصوت ما يريده الناس، لكن لا يمكن لك أن تتقدم خطوات على الحسم العسكري وأنت بعيدا عن الدعم الدولي أو بعيد عن المحافل السياسية المختلفة، أو لا يكون لديك ذراعا سياسيا جادا كما لديك مقاومة وطنية وذراعا عسكريا فاعلا. وبالتالي لا يجب أبدا أن نبحث هذا الأمر أو نتراجع عنه. ودائما ما أطرح سؤال، يعني في حالة إفراغنا للجبهة السياسية وتراجعنا وعدم سد الفراغ وعدم الذهاب إلى المحافل السياسية في حمل هذا الملف، ما هو البديل؟ هل سيكون ذلك مجديا في حسم موضوع عسكري؟ هل سيكون مجديا في أنه سيحصل تقدم على الأرض؟ بالعكس، نحن سنخسر الجبهة السياسية كما يحدث الآن من تخاذل للدعم للجبهة للمقاومة الوطنية، من تخاذل للجانب العسكري، وهذا شيء وارد وواضح وهي حروب، والشيخ حمود وقائد المقاومة يعرف هذا الأمر جيدا. وبالتالي علينا أن نعيد مسألة يعني ترميم هذه المسألة بكثير من الدقة، بأن ما يجري في الجانب العسكري هو تكملة لما يجري في الجانب السياسي والعكس صحيح. ما يجري في الجبهة السياسية يجب أن يكون الصدى لما يجري في الميدان وعلى الفريق السياسي، ونحن نعي هذا الأمر. لا يمكن إلا أن نكون صدى
للمقاومة الوطنية صدى لما يريده الناس في الشارع، ولا يمكن التضحية أبدا بدماء الناس. نعم، ولا يمكن التضحية أبدا بدماء شعبنا. هذه مسألة محسومة تماما. الأمم المتحدة عندما تقول بأنها قدمت أو أنها لا تقول الحقيقة، هي تتحمل هذه الوزر هذا الكلام. ونحن نقول دائما بأن المنظمات الدولية لم تكن أبدا منصفة ولم تكن دقيقة ولن تكون دائما مع الحق كما يتخيل البعض. علينا أن نأخذ حقنا بأيدينا، ولكن علينا أن لا نترك الفراغ والمقام السياسي أبدا أو ننتقص منه. لابد أن يكون العمل السياسي مكملا للعمل العسكري على الأرض، ويجب على القادة الميدانيين أن يكونوا أيضا مدركين تماما بأن جبهتهم السياسية هي مكملة لهم وصوت لهم، ولا يمكن لنا أبدا أن نكون إلا في صف المقاومة التي أتينا منها. نحن أتينا من هذا الشارع ولا بد أن نعود إليه، ولكن لا نترك أبدا الخط المتقدم في العمل السياسي. الأمم المتحدة مردود على كلامها، المنظمات الدولية المختلفة خذلتنا في كل الظروف المختلفة، في خاصة في الجانب الإنساني وفيما يخص تعز، وآخرها اليومين الماضيين حجزت شواحن الأدوية ولا زال الحصار قائما، وهناك غض طرف غير عادي من قبل الأمم المتحدة، وهناك الكثير من المطالبات مع الوزير. نعم. فعلا. نعم. وهناك معايير مزدوجة مؤلمة، ولكن هذا هو قدرنا. نعم. مثلما نناضل على الأرض يجب أن نناضل على جبهات المحافل الدولية ونكسب القضية. نعم. إذن معالي وزير حقوق الإنسان عضو فريق المشاورات الحكومي عز الدين الأصبحي، كنت معنا عبر الهاتف من الكويت، شكرا جزيلا لك. من النقطة الأخيرة التي تحدث بها معالي الوزير شيخ حمود، أتحدث، هل تؤمنوا أنتم كمقاومة بالحل السياسي لما يحدث في اليمن؟ أنا أقول المعطيات المشاهدة والمعلومة قبلا، الحوثيون وأنصار الرئيس المخلوع لا يؤمنون بالحوار أصلا، وفقط عندما تكبدوا خسائر كبيرة في الأرض أو على الأرض دعوا إلى الحوار. نحن لدينا قرار 2116 إن جاز التعبير أو تكلم، 2116 مطلوب تنفيذه، يعني كل العالم كله وقع عليه، لماذا التأخير؟ طيب، في هذا الخصوص أنت حدث في حوارات سابقة ومقابلات لك أنكم في المقاومة يعني قمتم من أجل تنفيذ القرار الأممي الذي يتضمن في نقاطه إسقاط الانقلاب واستعادة الدولة اليمنية، يعني هل ترى فعلا أن القرار الأممي هذا يتضمن الحد الأدنى للعدالة في القضية اليمنية؟ القرار هو قد وافقوا عليه الناس، هو المطلوب تنفيذه، يعني هذا إذا لم ينفذ القرار يبقى احنا يعني ايش اقول، ما فيش داعي للبقاء. انا مع الاستاذ طبعا، الاستاذ عز الدين هذا ما شاء الله عليه ورجل من الطراز الاول، وحقوقي وحقوق الانسان من الوهله الاولى، ويعمل ليل نهار مع رفاقه، لكن انا ادعوهم انا للانسحاب، ادعوهم للانسحاب، لان تعز قتلت وغيرها كذلك منذ أن بدأ الهدنة، وليست الهدنة في الشق الآخر. هم الآن يحركون القوة من محافظة لمحافظة، من جبهة لجبهة، مستغلين عدم وجود الطيران في الجو، وقتلونا، حاصرونا أكثر علاج، جرحى، شهداء، يعني أمور كثيرة جدا. يعني لا يمكن الحديث على أن هناك إجراءات أو هناك ملامح ثقة من نوع ما، خاصة بعدم وجود أو بعدم وفاء من ناحية إجراءات بناء الثقة التي تم الحديث عنها، برأيك ذلك لا يخدم بأي شكل عملية السلام التي يسعى اليمنيون لها بالأخير؟ هم الآن بالهدنة هذه المزعومة يخدم الحوثي ويخدم المخلوع وأنصاره، يخدم الباطل، يخدم المجرم، ويقتلون الضحية، المواطن البريء المسكين، المرأة، الطفل. حتى يعني إذا ما تحدثنا عن الخروقات التي حدثت في هذه الهدنة، لربما كانت يعني كان الوضع فيها لصالح الحوثيين أكثر، أفهم منك شيخ حمود؟ فعلا، أكثر من 2000 إلى 3000 خرق داخل تعز وغيرها على مرأة ومسمع من الناس. أين عدالة القضية؟ إلى الآن ما استطعتش المشاورات أو اللقاءات الموجودة والقائمين عليها داخل الكويت أن يفكوا الحصار عن تعز حتى ولو يعني يوم بالأسبوع.
طيب في هذه النقطة تحديدا الرد على مسألة الخروقات ولربما يعني من قبل المقاومة الشعبية وقوات الجيش على الأرض، هل ينتظر قرارا سياسيا أم أنكم يعني تنتظرون لحظة معينة حتى وفقا لها يتم الرد على هذه الخروقات التقدم تحرير المدينة بشكل كامل؟ نأمل أولا أنه أن ينفذ القرار وسنكون شاكرين أيضا. الشعب اليمني لا يمكن يعني أن ينسى هذه المواقف للداعمين والعاملين الآن يعني على تنفيذ القرار. لكن نحن نعلم أن الحوثيين يعني في حروبها من الستة ومن قبل ومن بعد ينكثون العهد ويكذبون كما يتنفسون. أنا أرددها دائما كلام الدكتور محمد قميح منذ البداية، فطالما أنت تعلم علم يقين 100% أنهم كاذبون في مواقفهم يبقى أنا ما أنتظرش نتائج طيبة هناك. لكن أعاقون الآن، أعاقون التحالف وقف الدعم بالطيران بالذخائر بالمصروفات ويعني ما يحصل الآن في الكويت ويحصل الآن ترتيب بالنسبة للجيش بالنسبة للحرس العائلي بالنسبة للميليشيات الآن يجمعوا أوراقهم كانت انتهت على الأرض. طيب وكنا قاب قوسين أو أدنى من إنهاء الحصار داخل تعز. يعني أنتم الآن تنتظرون نتائج هذه المشاورات ومثلما سيكون هناك حسم عسكري؟ نعم هو لابد من الحسم، لكن نحن نقول الآن ضربنا أكثر بالهدنة المزعومة، ضربنا أكثر على مرأة واسمع من الناس. أين الأمم المتحدة؟ أين القائمين على هذا على التنفيذ؟ طيب إذا ما تحدثنا أكثر عن الملفات الخاصة بتعز، ملفات كبيرة متعددة شيخ حمود، ماذا عن ملف تكوين الجيش، دعمه بالسلاح بالرواتب كذلك؟ هناك حديث عن أن هناك أكثر من 15,000 مجند من المقاومة ينتظرون تسليحا، هل هذا الحديث صحيح؟ والله بالنسبة للتسليح الخفيف يعني شيء متواجد عند المقاتلين طبعا الكلاشينكوف وما سواه. المنتظرين ايضا الان بدانا بضمهم للجيش بالنسبه للمقاتلين من اراد منهم، وان شاء الله تعالى سيكون ايش، بس مشكلتنا ما يحدث في الكويت فقط. طيب هناك يعني اذا ما قد يعني كنا دقيقين في فهم السبب الأساسي الذي يفهم من زياراتكم وخروجكم، هو لربما الحديث عن الجانب الإغاثي وكذلك جانب ملف الجرحى تحديدا جرحى المقاومة، ما الجديد بهذا الخصوص؟ تحركنا بأكثر من مكان وإن شاء الله تعالى سيلقى، لكن بصعوبة جدا إذا كان الجرحى لا يجدون علاجا بالداخل ولا بالخارج ولا غذاء ولا يبقى صامد وسيصمد ولا يمكن أن نتراجع، بل بالعكس نحن إن شاء الله في تقدم. طيب ما الذي يعرقل مداواة الجرحى، ما الذي يعرقل معالجتهم؟ المطارات من جهة بالنسبة لل وأكثر من دولة رغمنا بالتحالف، لكن لابد لليمني أو الجريح من الجواز في صنعاء طبعا غير متوفر في المحافظة الأخرى، أيضا عدم وجود وسائل النقل وعدم كفالة أيضا المصاب عندما يخرج الخارج. يعني هناك حاجات لضمانات من نوع ما لعلاج الجرحى قبل أن يخرجوا؟ يعني عندما تريد الخروج إلى القاهرة مثلا الأردن، هذا طبعا لابد من فيز، مشكلة هنا إن وجد الداعم للعلاج، لكن إن شاء الله تعالى عبر مركز الملك سلمان بيعمل الشيء الكثير إن شاء الله. هذا عندما نتحدث عن العلاج في الخارج، هناك إمكانية للعلاج في الداخل، وهناك من يطرح أن هذا حل يعني جذري وجيد خاصة مع وجود هذه المعوقات، ماذا عن الجرحى المتواجدين في عدن؟ لماذا لا تفعل المستشفيات بداخل المدينة وبالمحافظة بشكل عام؟ طبعا احنا عندنا 13,000 جريح وعولج يعني تقريبا 90% الى الان في الداخل، لكن في معاقين، في يعني ليس لدينا الأجهزة
التي ستقوم في معالجتهم، رغم وجود كثير من المتخصصين طبعا بالنسبة للدكاترة، لكن ما وجدناش العلاج يعني البسيط. فكيف لدينا أجهزة كبيرة جدا وطلبناها من أكثر من مكان لكن لم تصل الآن، فإن شاء الله تعالى لو وجدت فإحنا سيتم في مبرزين يعني لا بأس بالنسبة للأطباء سيقوم بالدور هذا إن شاء الله. طيب هناك الآن تغييرات جديدة في الهيكل الإداري أو يعني أسماء جديدة كانت في محافظة تعز، عين محافظ وحضرت الدولة في كثير من المناطق المحررة، كيف ترى هذه التغييرات؟ تغييرات طيبة وممتازة، لكن يبقى من بعضه يعني إذا كان الحكومة إذا كان يعني لا تملك شيء فكيف بالمحافظة أيضا؟ طيب هناك محافظة وهناك جبهات أخرى في المقاومة، جبهات في مأرب، جبهات في الجوف، جبهات في شبوة، كيف هي عملية التنسيق بينك بين المقاومة في تعز وبينهم أيضا؟ حقيقة تنسيق إيجابي وممتاز جدا وإخاء أكثر من ما كان قبل الحرب. ما حصل وحد بين اليمنيين، وحد بين المحافظات بصدق، يعني إخاء بصدق وإخاء في المترس في المواقع في الجبهات في القتال أكثر من يعني من ذي قبل. طيب الحديث عندما يعني زرتم مواقع المقاومة في الجبهات المختلفة، كان أشكال الدعم التي قدمت هل هي دعم مادي، هل هو دعم في الرجال، هل دعم في التسليح، ما كان نوع؟ دعم في دعم بالتسليح نوعا ما، وجزاهم الله خير الحقيقة عملوا أشياء كثيرة جدا بالنسبة لملوك سبأ المأرب أولا ثم الجوف بقيادتها بمسؤوليها قيادة العسكرية، ما يعني أعطوا عطاء طيبا إن شاء الله. وصل هذا الدعم إلى تعز؟ جزء والباقي موجود وسيصل، بس نحن منتظرين الآن يعني المشاورات كما يعني كل هذه العملية متعلقة بالمشاورات. هل أثر وجود المحافظ ودخوله إلى داخل تعز في تسهيل عملياتكم بشكل عام؟ كله تمام، يعني هو الأخ المحافظ وخرج من تعز يعني إلى المملكة ثم عاد إلى تعز، موجود منذ الوهلة الأولى للمقاومة وأصبحت الأمور أكثر سلاسة ربما في ملف تنظيم الجبهات بداخل تعز، موضوع يعني التنسيق ما بينكم وبين الحكومة الشرعية، خاصة يعني مع وجود الكثير من الصعوبات التي كانت خاصة عدم وجود المحافظ بداخلها. هناك من يبعث على أنه هذا يعني يوحي برسائل سلبية بخصوص عدم ثقة ما بين المواطنين والمسؤولين سواء في السلطات المحلية والحكومة أيضا، هل ساعد ذلك في وجود ثقة أكبر لدى الحكومة لدى المواطنين؟ فعلا الثقة إن شاء الله موجودة، ولكن المواطن يريد أن يلمس أشياء على الأرض، فإن لم يجدها الكلام يأكل بعضه. طيب ماذا عن الدعم المقدم من قبل يعني هم المواطنون يعني يواجهون الانقلاب يقاومون أيضا بما أن المقاومة تشكلت من أبناء المدينة، لكن هناك أيضا تجار في تعز، ما هو نوع الدعم الذي يقدمه كبار التجار مثلا في تعز المقاومة الشعبية؟ لم يقدموا شيء، لم يقدموا شيء الآن، لكن إن شاء الله تعالى في القادم سيقدمون. أنا عندي إحساس هكذا إنه، وإحنا طبعا يعني كل وجهتنا كانت على أساس التحالف يعني 10 دول. ماذا عن المغتربين؟ ما نحتاجش اليمنيين. المغتربين في المملكة طبعا ممنوع التبرعات، هناك للناس جميعا يعني بسبب قوانين الدول التي يتواجدون فيها. بالضبط. طيب يعني هذا يعني يدفعنا إلى مسألة أخرى متعلقة بالتحالف، باعتبار أن المغتربين غالبيتهم في دول التحالف، يعني عدم وجود تسهيلات للمغتربين لإرسال الأموال لدعم المقاومة، وكذلك عدم وجود دعم كافي من قبلهم، هذا يعني يعطي إيحاء أن ليس هناك اهتمام بملف تعز بشكل كبير، صحيح كذا؟ نحن نتكلم حول مقاومة اليمن وليس تعز جزء من المقاومة، لكن تعز يعني حوصرت أكثر وقتلت أكثر وإلى الآن المخلوع مصمم على تعز لأنه لديه ثأر منذ 2011. طيب أنت شيخ حمود
يعني كيف تقرا ان التحالف العربي حرر يعني بمساعده من قوات او قوات الجيش اليمني في حضرموت حررت المدينه خلال يومين بمسانده قوات التحالف، بينما تعز وقفت كل هذه المده ولا زالت الى الان تقف وتشاهد يعني الاماكن الاخرى تتحرر وهي تعاني، كيف تقرا ذلك؟ ربما عندنا ذنوب في تعز حالت دون لكن العمل ان شاء الله موجود. يعني ماذا عن الحديث عن ان هذه الجبهه قادره على يعني الصمود وان يعني تستنزف اكثر ميليشيات الحوثي، هل هذا دور تعز الان؟ والله قلنا لهم الذخيره والفطيره والعلاج، ونحن مستعدين يعني تكون تعز استنزاف للعدو الآتي من هناك، وقد طبعا استنزفت كثير جدا. طيب ماذا عن البنية الاجتماعية بداخل تعز؟ هل لا زالت هناك روابط يمكن التعويل عليها أكثر في هذه المعركة الكبيرة التي تقوم فيها أمام ميليشيات الحوثي، ميليشيات الانقلاب بشكل عام؟ وكذلك ماذا عن الأحزاب السياسية؟ هل قامت بدورها بشكل جاد تجاه تعز؟ يعني قامت بدور لكن مش الدور المطلوب، يعني في ضعف بالأداء. ما هي الأسباب التي يعني يزيحون هذا الضعف إليها؟ والله قد الجمهورية كامل، لكن تعز لا بأس فيها بالنسبة للمقاومة منذ البداية، ومجلس التنسيق هذا يضم الأحزاب كامل طبعا. هل أثرت يعني هناك حديث عن وجود خلافات بداخل هذا بين المكونات السياسية، هل أثرت على المقاومة بشكل أو بآخر؟ ليس هناك أي خلاف، وليس هناك شيء نختلف عليه أصلا. الخلاف من يقتل الأول، ما فيش خلاف. يعني هناك حديث عن أخطاء بعض فصائل المقاومة بداخل تعز، هل يؤثر ذلك؟ ما فيش تأثير، الناس جسد واحد، موقف واحد، وصوت واحد إن شاء الله تعالى. وهل حدثت أخطاء بداخل فصائل المقاومة؟ أنت لو لديك مناسبة فقط عرس، يعني لابد من أخطاء، لكن مش الخطا هذا اللي يوصل الناس الى يعني العداء. الى لدينا احنا عدو واحد، وهناك اتفاق كامل بداخل تعز على الانتهاء من هذا العدو، ومن ثم يعني المشاركه في بناء تعز بشكل طبيعي. بالضبط. يعني الآن أنتم شيخ حمود بخارج اليمن، هناك من يتساءل متى ستعودون إلى داخل البلاد؟ نعود إن شاء الله تعالى عودة الهدهد إلى سليمان عليه السلام إن شاء الله، محملين بالخير وفي النصر والتمكين إن شاء الله تعالى. ماذا عن أهداف الزيارة التي جئتم فيها إلى اسطنبول؟ هل هي أهداف إغاثية أو في ملف الجرحى بشكل أساسي؟ ملف الجرحى أمور إن شاء الله تعالى سنتكلم فيها عند حدوثها إن حدثت هنا. هل هناك يعني أي انفراجات في هذا الخصوص؟ هل من لقاءات سياسية متوقعة مع أي جهة معينة بتركيا؟ إن شاء الله تعالى ونأمل ذلك، يعني هذا في خطتنا. إذن شكرا لك شيخ حمود المخلافي، كنت ضيفنا في هذه الحلقة من المساء اليمني اليوم في استوديوهات قنوات بلقيس. شكرا جزيلا لك شيخ حمود المخلافي. شكرا جزيلا لك، والحقيقة يعني أفحمتنا بأسئلة ما كنت أتوقعها. لكن يعني هي كانت أسئلة مننا كصحفيين، وكذلك الجمهور لديه أسئلة كثيرة ربما في ملفات حساسة كثيرة أيضا. حياكم الله، شكرا جزيلا لكم على إتاحة الفرصة، شرفتم الاستوديو. الله يكرمكم. إذا مشاهدينا الكرام، في ختام هذه الحلقة أشكركم وأشكر الشيخ حمود المخلافي على هذه المكاشفات والمصارحات التي أدلى بها لقناة بلقيس. بهذا مشاهدينا الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة، تقبلوا تحياتي وتحية طاقم العمل الفني والتحريري وكذلك الطاقم في قناة بلقيس جميعهم. إلى حين الملتقى، دمتم والوطن بألف خير، إلى اللقاء.